من جديد برحب بك يا كابتن ايمن وبكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وبرجلك تانية يا كابتن ايمن ولكل جمهور النادي الاهلي. وزي ما قلت لحضرتك ان شاء الله نكون معاك بعد مباراه اليوم عشان نحتفل طبعا مع جميع جماهير النادي الاهلي داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. ويمكن زي ما حضرتك شايف طبعا ورايا الفرحه ووجود اعضاء النادي الاهلي بعد مباراه اليوم. يمكن طبعا في البدايه عايزه ابارك لك النهارده بعد فوز النادي الاهلي على نادي الزمالك، وتحبي تقولي ايه للعيبه النادي الاهلي؟ بشكرهم جدا 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 على النهارده، اللعب كان حلو قوي برجوله كلهم، كلهم ما شاء الله عليهم 10 على 10 ما شاء الله. والصفقات الجديده بصراحه احنا اتمتعنا النهارده، بس انا بصفه شخصيه كنت نفسي اتمنى محمد شريف يرجع لمستواه، وفرحانه ليه قوي قوي قوي. والكهرباء ما شاء الله، ربنا يا رب دايما من نجاح لنجاح، ودايما كده يتحفونا بالبطولات الجميله على طول دايما. طبعا زي ما حضرتك شايف يا كابتن ايمن الاجواء ورايا، وعايزه ابارك طبعا ليك مبروك النهارده فوز النادي الاهلي على نادي الزمالك. شايف الاداء ازاي النهارده لعيبه النادي الاهلي، وتحب تقول لهم ايه والجهاز الفني؟ انا حابب اشكر حمدي فتحي على الاداء المشرف اللي عمله النهارده، هو الفضل ربنا سماه سبب في الثلاث اجوان، ومبروك لكل الاهلاويه ومبروك لمحمود كهربا. شايف المباراه النهارده ازاي، وتحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي؟ النهارده كان اداء كبير قوي مع عدت الاهلي، ومحمد شريف حط جون حلو قوي الجون الثالث ده، برضه حمدي فتحي عمل اسيست رائع للكهرباء. واحب اشكر خطيب، واحب اشكر لعيبه الاهلي كويس. مبروك، ببارك لك النهارده مليون مبروك. طبعا مباراه مهمه النادي الاهلي في مشواره في بطوله الدوري، وكمان مباراه مهمه قبل كمان السفر لكاس العالم للانديه. الحمد لله، طبعا الفوز اهم حاجه، ان هو ضد الزمالك يدي معنويه اكتر قبل كاس العالم للانديه، واهم حاجه كهربا بيدي له ثقه اعلى بالذات في الماتش ده ان هو جاب جول. مبروك لكل الجماهير. طبعا عايزه ابارك لك النهارده على المباراه، وشايف الروح ازاي ما بين لعيبه النادي الاهلي. يمكن شفنا طبعا لما كان في تبديل ما بين محمد شريف وكهربا، كهربا قال له انت هتجيب جون، قال محمد شريف هتجيب جون. وبحب اشكر كل الجماهير وكل اللعيبه كلها رجاله. شكرا. طبعا مبروك النهارده، شايف المباراه النهارده ازاي، وتحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي؟ مبروك بصراحه لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، واحنا عملنا اداء عالي جدا بصراحه، وبسلم على كهربا ومحمد شريف، وبقول لهم ان شاء الله كهربا يرجع على مستواه. طبعا من ساعه ما كهربا بدا يشارك واحنا ما شاء الله يعني زي ما بيقولوا الفولت عالي. شايف النهارده اداء كهربا ازاي ولاعيبه النادي الاهلي، والروح اللي ما بينهم، الروح اللي كانت ما بينهم في الملعب؟ طبعا هو احسن حاجه بصراحه ان احنا بادئين هاديين هاديين في الماتش، مش مستعجلين. حتى كولر برده ما بيضغطش على اللعيبه، واللعيبه بتلعب مع بعضيها كلها جماعي. وبصراحه محمود كهربا من ساعه ما بدا يشارك بصراحة عوض يعني فرق كتير معانا بصراحة، واللعيبة كلها مع بعض، وحمدي فتحي راجل في الملعب، وشريف برضه لما نزل إن شاء الله الجون ده يخليه يرجع برضه لمستواه تاني. وإن شاء الله باقي الكابتن محمود الخطيب وكابتن أيمن شوقي والضيوف اللي معاه، وإن شاء الله في كأس العالم نعمل أداء مشرف إن شاء الله. طبعا يا كابتن أيمن زي ما حضرتك شايف يعني فرحة جماهير النادي الأهلي بعد مباراة اليوم وفوز النادي الأهلي على نادي الزمالك بثلاث أهداف مقابل لا شيء. العودة مرة أخرى ليك كابتن أيمن في الاستوديو، الكلمة ليك تفضل.